اهلا وسهلا بحضراتكم. موعدنا الان مع حوار مع مواطن، والمواطن هو المحاسب الاستاذ احمد صلاح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ خليل. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبار الدنيا معاك ايه؟ انت محاسب وبتتعامل في فلوس، انت في شركه خاصه. تمام. اللي حاصل في البلد سياسيا منعكس عليك ازاي؟ والله هو اولا شغل طبعا القطاع الخاص بيبقى شغل مش مستقر. نعم. وانت طبعا بتبقى شغلك بتبقى تحت رحمة صاحب العمل، بالذات في القطاع الخاص انت ممكن يعني اداة في ايده، في اي وقت ممكن هو يستغنى عنك، ما فيش استقرار. اللي حاصل طبعا بعد الثورة ان في شركات استغنت عن ناس كتير. في كلمني عنك، يعني الوضع العام احنا عارفينه. كلمني عنك، قول لي انا ظروفي الاقتصادية اتأثرت. انا الحمد لله ظروف الاقتصادية مستقرة. انا ظروف الاقتصادية طبعا اتأثرت بعد الثورة، قعدت فترة من غير عمل. نعم. فصدقت طبعا زي ما الناس كلها صدقت ان انت في ديوان مظالم وتروح وتقدم والكلام دون. رحت قدمت في ديوان المظالم. كنت عايز ايه؟ كنت عايز اشتغل. انت مش بتشتغل في شركه؟ ما كنت بعد الثوره قعدت فتره ما فيش شغل. تمام. فطبعا هم الناس بصراحه عشان برضو ما نظلمهمش يعني مشكورين، بيردوا على الناس، بس طبعا رد يعني رد مكلف بس على الفاضي. رد عليك؟ يعني رد عليا طبعا، بعتوا لي جواب من وزاره الماليه، جواب قد ايه. وطبعا بيقول لك في ايه بقى؟ وقالوا لي بقى طبعا المعلم مبسوط منك قوي. طبعا المعلم مش عايز يشوفك. وقالوا لي طبعا ان انت طبعا بناء على الشكوى المرفوعه للسيد رئيس الجمهوريه، طبعا ان المصلحه ما بتقبلش تعيين اي حد الا بناء على مسابقه طبقا للقانون، الماده 17 من القانون 47. في حين ان في طبعا اعلانات بتتعمل داخليه بيتعين فيها ابناء العاملين في المطار وفي كل حته، في المطار وفي الضرايب. انا معايا زميل ليا محاسب قانوني بنته تعينت قريب في الضرايب، ما سمعناش عن المسابقه ولا سمعنا عن الكلام ده، وشفنا كلام على النت طبعا. بس ايه رايك في السيستم؟ هو السيستم كويس طبعا. يعني ما شاء الله، بوسطه وبتاع، وموظفين بتمضي وموظفين موظفين بيمضوا وموظفين بيشتغلوا يعني الناس برضه. طيب شايف الاوضاع السياسيه ازاي؟ شايف اللي بيحصل ايه بالظبط؟ والله بص يا استاذ خيري، انا كمواطن يعني ماليش علاقه بالكلام ده، انا عايز احس يعني على ارض الواقع الشيء. يعني فارق معاك اخوان ولا سلفيين ولا انقاذ ولا مش فارق معايا الكلام ده كله، لان كل الناس دي بتدور على مصلحتها، ما بتدورش على مصلحه المواطن. بمعنى ايه؟ النهارده الناس دي انا ما بشوفهمش غير في التلفزيون، لكن تعالى عندنا على ارض الواقع كمواطن الناس دي في ناس ما تعرفهاش اساسا. لك اشوفهم فين؟ انا اشوفهم عند مجلس الشعب عشان الكاميرات بتبقى هناك، اشوفهم في التلفزيون عشان بيتصوروا، كل واحد طالع عايز يشوف المنصب الكرسي بتاعه فين اللي هياخده، او الحته من التورته اللي هياكلها انهي، وهو ده اللي يعنيه. ده ينطبق على الكل؟ على الكل. انا مش شايف ان في حد للاسف الشديد بيشتغل عشان البلد دي او عشان المواطن الغلبان اللي هو ظروفه تعبانه. النهارده حضرتك لو واحد من الناس دي بيركب اتوبيس هيئه نقل عام، الكراسي اللي موجوده في الاتوبيس ما ينفعش ان يركب عليها عامل نظافه، يعني مش لو حضرتك بلاش حضرتك عمومة البوتجاز اللي كانت بتيجي لحد البيت ب6 جنيه وكنت تقدر لو الراجل قال لك 8 جنيه تقول لا مش عايز هنزل خدها وانزل، النهارده بيطلعها لك ب25 جنيه وانت مضطر انك تجيبها. لان طيب. عندك هقول لك مجموعه من الاسماء والشخصيات والمؤسسات تقول لي رايك فيها. اتفضل. تقول لي انطباعك كمواطن عنها في كلمه. تمام. مؤسسه الرئاسه. مؤسسه الرئاسه الحمل تقيل، ويا ريت يعني لو هم مش قادرين عليه يعني يسيبوه للي يقدر. الرئيس محمد مرسي. الرئيس محمد مرسي انا للاسف الشديد اخترته علشان خاطر الفريق شفيق ما ينجحش، وكنت قاعد في يوم النتيجه زي ما يكون في الثانويه العامه ومستني النتيجه عشان اضمن ان هو نجح وشفيق ما نجحش، والنهارده بندم ان انا نزلت وانتخبت واديته صوتي. الدكتور هشام قنديل. الدكتور هشام قنديل اقول له يعني ممكن يبقى مثلا رئيس نادي، رئيس يعني شركه، لكن رئيس وزاره لا. جبهه الانقاذ. جبهة الإنقاذ بيدوروا على مصلحتهم، وكل واحد بيدور على كرسي عايز يعني ياخده. لو الرئيس طلع قال هدي لفلان وزارة أو هدي لفلان بتاع، متهيألي الموضوع هيهدى شوية. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح راجل محترم، وراجل أنا انتخبته في الانتخابات، ولما حصلت الإعادة اضطريت إن أنا انتخب المرسي، لكن برضه ما فيش في إيده حاجة يعملها. الأستاذ حمدين صباحي. الاستاذ حمدين صباحي راجل محترم برضو، ونفسه يعمل حاجه لكن للاسف الشديد ما. الدكتور البلدي. دكتور البلدي خذل الناس لما هو مرشحش نفسه في الانتخابات الرئاسه، لان في ناس كتير كانت نفسها ان هو يترشح عشان تديله صوت. انا ما اعرفش هو موقفه كان ليه، طبعا هو اكيد عنده وجهه نظر انا ما اعرفهاش، لكن هو شخصيه محترمه، شخصيه دوليه، وراجل انت مع
نزولهم الانتخابات ولا مع انسحابهم من الانتخابات؟ هو لو انسحبوا من الانتخابات هيدوا فرصة كبيرة جدا للإخوان وللتيارات الإسلامية ان هم طبعا يكتسحوا، لكن انا عن نفسي مش هنزل انتخب حد خلاص. انت مش هتنزل خلاص. يعني انت منسحب؟ لا خلاص، انا تعبت بصراحة يعني. بشكرك جدا استاذ احمد صلاح المواطن المصري، الصوت الحقيقي، الصوت اللي بجد. نتيجة التصويت حتى الآن، هل توافق على قرار المعارضة بمقاطعة الانتخابات؟ 67% بيقولوا نعم، 33% بيقولوا لا. بعد الفاصل هنناقش الأستاذ سامع عاشور نقيب المحامين عضو جبهة الإنقاذ في قرار المقاطعة، وهل هناك تغييرات، هل هناك انشقاقات داخل الجبهة أم لا؟ نلتقي بعد الفاصل.